معاناة مستمرة يعيشها سكان أحد مخيمات العامرية في محافظة الأنبار في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية وقسوة البرد وانعدام الدعم الحكومي لهم. أنا مرة وحيدة، لا عندي لا حول ولا قوة، والله يدري الحكومة ايش سوتني بعد قلبي، لا تزعلوا سوتنا والله كل شيء ما سوت، هانتنا ما سوت لنا شيء، يعني اللي الأمراء ساكنين وإحنا طردونا. أنا حاجي لك بالخط العريض، أقسم لك بالله ظلمونا ظلم، وأنا وحيدة ظليت مريضة والله وعاني والله بعد قلبي كل شيء أمراض سوى، لا راتب عجلة راتب رعاية ما عندي أنا يعني. لا عندنا رواتب، لا عندنا شيء المعاناة تتري، بيوت ما عندنا، ودايحين بهالمخيم، الخيم يضرب علينا بهالتراب ورد لي ورا، الدنيا نار كبرة، مبردات ما عندنا يعني، وثلاجات ما عندنا، وغذائية ما عندنا، الغذائية كلش خفيفة، وجابوا لنا ذاك نار الهجرة جايفة والله مال دخان، لا تنشرب لا تنكال، كل شيء كل فاد ما فيها. ويشكو سكان المخيم من عدم توفر بيوت تأويهم من برد الشتاء وحرارة الشمس في فصل الصيف مع تناقص وانعدام الخدمات. احنا أمورنا تعبانة، بيوت ما عندنا، أمورنا فردنا بتعبانة، تندلونا بالمخيم والقاعد بالمخيم ما جاعد كيفية، لأن ما عندنا والي، معين ما عندنا، أمورنا حيل تعبانة، رواتب ماكو، بيوت ما عندنا. يقول الريد من الله ومن يساعدونا ببيوت يساعدونا يعني بشيء نستفاد من عنده. ويسكن أغلب المخيم أرامل يعن أطفالهن وكبار السن والمرضى في ظل ظروف صعبة وقاسية وبدون توفر الرعاية الصحية وغياب تام للجهات المعنية. يعني هسه أنا هذا المخيم كله تبي أرامل، يعني هاي أرامل يعني بي، يعني هي هسه هاي الأرملة يمكن اللي ما عندها أخو ينطيها، اللي ما عندها أبو ينطيها، اللي ما عندها عم ينطيها، يعني حقها منين تجيب؟ إذا عندها ثلاث أطفال أو طفلين أو طفل واحد، هي كلها تيد، كان طفل ولا طفلين ولا ثلاثة، كلها تيد، يعني هسه احنا نرجع من الخيرين الطيبين يساعدونا ويساعدون الأرامل ويساعدون الأطفال. وضعنا تعبان وزلمتي مريض وقاعدين بالمخيم، أنا عندي ست نفرات أطفالي وزلمتي مريض وقاعدين بالمخيم. حالتنا ما تساعد والله، زمت بي الصرع قاعدين مع الطيبين، الجابوا لي يجيب العلاج ما جابوا لي، لا والله يضع الحالة، ما عندي لا راتب ولا هاي. معاناة سكان المخيم جزء من معاناة الشعب العراقي الذي يفتقد لكل مقومات الحياة الطبيعية منذ احتلال البلاد عام 2003.